السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطريق ديال تيفلت هي اللي كدي لتيفلت طاكسي دايز الارض فينا هي مبعدة حتى بشي 100 متر تقريبا، شي 100 متر هي باش بعيدة الطريق ديال تيفلت الرئيسية على هنا. هادي هي الدخلة ديال البلاد. ها السياج السلك كما كتشوفوا هو داير عليها السلك كاملة. نوريكم الدخلة ديال الباب الأول. الطريق اللي كدير عند الباب الاول ثم كما كتشوفوا معنا هو فيها الزيتون، شي شجيرات ديال الكرموس راه هما فينا هما. الطريق اللي داخل عندها من هاد الجهة هادي راه كودرون، راه الطريق فيها المسن، يعني طريق مصلوحة. ثم كما كتشوفوا معنا الدخلة ديالها الأولى، هذا هو الباب الاول. هانتوما كما كتشوفوا على الطريق، هذا الضوء خيط ديال الضوء، ها هو هذا يدخل لها الضوء. نمشيو للدخله ديالها نيشان، هانتوما كما كتشوف ملي كتدخل من الباب كتدخل نيشان اون فاس وسط الارض.